بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ارحب بيكم، اهلا وسهلا، وسعيد ان احنا موجودين كلنا مع بعض في اليوم الجميل ده. والحقيقه يعني التعقيب كان المفروض ان اقول كلمتين صغيرين كده من مكاني، اقول يعني ان كل المقترحات اللي ممكن تطرح اثناء النقاش، واللي هيبقى نقاش موضوعي جدا جدا وعلمي جدا جدا، هيبقى المفيد منه هنعمله ونتحرك عليه. لكن اسمحوا لي ان انا قلت برضو احنا اطلقنا حوار وطني خلال يعني من حوالي من رمضان اللي فات، وقلنا ان احنا نتكلم مع بعض ونسمع بعض اكتر. وانا كمان عايز اتكلم معاكم واقول لكم كلام كتير انا بفكر فيه كانسان مش كرئيس، في ظل تجربه حياتي على مدى عمري اللي فات كله، واللي كان ليا فيه قراءة معينة تجاه الواقع اللي مصر بتقابله. أنا كتبت كام نقطة كده، اسمحوا لي إن أنا هقرا النقطة وأشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، لقد كان واضحاً أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاماً الماضية. وسمحين أقف هنا في النقطة ديت وأقول لكم أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الفكرية والثقافية تقدر تساعده على أنه هو يمرر هذا المسار ولا لا. لانه ممكن زي ما انتم شفتم احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قويه ومهمه جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش اذا كان الامور واضحه بالطريقه ديت؟ لان طبعا اي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعه قرار، مش شجاعه قرار، هو بيشوف يا ترى يقدر ان تكلفه القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها اكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الاجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنه اللي فاتوا، كان هو ده المسار اللي موجود في فكرهم. يا ترى المجتمع والرأي العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين وحتى البيئة الإعلامية وحتى البيئة الدينية هتساعدني على ده، ولا أطرح طرح وبعد ما أطرحه وتجربة 77 كانت كاشفة، كان قروش بسيطة لرفع الأسعار بعض السلع اتقابلت برد فعل كان ثمنه أكتر من العائد اللي ممكن يتحقق كبداية طريق إصلاح، فتراجع الموقف وسكت. فأنا عايز أقول إن مهم أوي إن إحنا وإحنا بنتكلم في المسار الاقتصادي وأي مسار آخر لازم تحكمه عوامل مع بعضها متشابكة ومؤثرة على القرار اللي هيتخذ. وهنا هي دي فلسفة الحكم، فلسفة المسؤولية. لكن إحنا ممكن أوي وإحنا قاعدين في مكاننا كلامي لا يؤخذ ولا يرد، يعني مش هيبقى ليه اي تاثير لاني مش هنفذه، انا بدردش زي ما كان الراجل في القصه اللي جت كده بيحكي، فالزوجه بتقول البنزين غالي وكلام من هذا القبيل، مفيش حاجه. لكن اللي قاعد وتحمل مسؤوليه الدوله والحفاظ عليها وعلى تقدمها وعلى مستقبلها هو اللي لازم ياخد ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة. حد يقول لي هو في علاقة بين الاثنين؟
يعني البند ده والبند اللي بعده؟ اه طبعا. انا بدرس البيئه المصاحبه ليا، لكن وانا بناقش ده بشوف يا ترى الدوله عندي حجم الصلابه بتاعتها كراي عام يمكنني من تمرير المسار اللي انا عايز اتحرك فيه ولا لا. وهديكم مثال. هفكركم ان في 2015 احنا شلنا دعم جزئي كده، فاكرين؟ مش كده؟ شلنا دعم جزئي عن الوقود، مش كده؟ مش كده يا طارق ولا انا نسيت؟ صح كده؟ الناس كلها ساعتها قال لك ايه؟ هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته؟ بيغامر ايه؟ بشعبيته، مش كده؟ انا كان تقديري في الوقت ده ان الرصيد اللي موجود ده لابد من استثماره اكبر حجم من الاستثمار في الاصلاح والبناء، لان مش هتتعود الفرصه تاني، وقد لا يتواجد مسؤول اخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الارصده اللي ممكن الناس تقبل منه. الفكره مختلفه خالص، الفكره هنا مختلفه خالص. لو ما كانش متخذ القرار منتبه للكلام ده كويس وعارف يعني ايه هو فين ويستفيد من الفرصه لمين؟ لبلده، يستفيد من الفرصه لمين؟ لشعبه، لتقدمه، لاستقراره، يبقى هو فاتته الفرصه. ثالثا، محصله الضغوط الداخليه والخارجيه كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها في ظل حالة الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة. يعني انتوا بتتكلموا على 7 تريليون جنيه وشايفين ان المبلغ ده مبلغ كبير قوي اتصرف خلال 7-8 سنين اللي فاتوا في بناء او في انفاق على الدولة. انتوا تشوفوا كده 7 تريليون دول يساوي 350 مليون دولار تقريبا. الرقم ده في دول اقل مننا موازنتها قد الرقم ده على الاقل، موازنتها قد الرقم ده على الاقل، وليست لا محمله لا بديون ولا اعباء خدمه الدين داخلي ولا اي حاجه. الرقم 7 تريليون ده رقم متواضع جدا. وانا الكلام اللي بقوله ده كل الوزراء اللي قدامكم دول بيسمعوا مني يقولوا يا فندم احنا حققنا كتير. اقول لهم يا حقيقي انتوا عايشين على دوله تقريبا 5-6-7% عباره عن مستطيل من الارض من اسوان لاسكندريه، فيها 100 مليون وفيها 10 مليون مركبه، بالعلم حجم الطرق اللي الموجود مجبور عليها لازم يكون يعني يحقق الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم، غير كده يبقى ما حققناش حاجة، يبقى ما حققناش حاجة. طيب ده معناه ان دول تانية بتبقى عندها الحجم ده في المساحة دي؟ لا، بس هما كمان مش عايشين المليون كيلومتر مربع عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط، احنا عايشين على 60-70 ألف كيلومتر مربع فقط وعايزين نطلع ل 120 ألف كيلومتر مربع. فكان لابد ان يبقى حجم البنيه الاساسيه اللي بتتعمل، انا بتكلم على شبكه الطرق بس، اللي تتعمل تخدم على حركه المجتمع ده وتحسينها، مش فقط عشان الاستثمار ومش فقط عشان سهوله تداول السلع، لا، لصالح الناس، الناس اللي كانت موجوده وكانت بتتعذب اثناء حركتها في اي محافظه من المحافظات. اتصور ان ده اتحسن بشكل كبير ولسه مكملين فيه. فهي الفكره مش فكره انا قلت حاله العوز والفقر، وكنت دايما بطرح الطرح ده، بقول دوله زي مصر فيها 100 مليون، تفتكروا حجم المال اللي المفروض ان ينفق عليها كام؟ الدكتور مصطفى بيقول 21 ألف فصل، وانا بقول لكم هم 60 ألف فصل. هم كام؟ 60 ألف فصل، مش 21 ألف. احنا بنعمل 21 لان احنا ما عندناش نقدر نعمل اكتر من 21. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، لكن هم عايزين يبقى كام؟ 60 ألف فصل كل سنه، 60 ألف فصل كل سنه. وزير الصحه موجود،
حجم الأسرة اللي موجود في مصر يساوي 50% من المطلوب، مش كده ولا ايه؟ كم؟ 50% من المطلوب، يعني لسه قد المستشفيات اللي موجودة ديت. قدهم؟ أيوة. طب ما عملتش ليه؟ ما أقدرش. ده اللي انتوا عايزين تعرفوه، احنا كمصريين، وان عشان يتعمل كان لابد ان يبقى فيه جهد وتضحية. كان دايما التحدي اللي موجود حجم الاطروحات والحلول المطروحة فيه اقل من حجم التحدي. يعني انت قدامك تحدي، انا هقولها انا بكلم المصريين البسط، في كل اسرة عندها حالة ثانوية عامة او حالة زواج بنت، الناس البسط بتوعنا يعني مش الناس الغنية، بيروحوا عاملين حسابهم خلال السنتين أو السنة اللي هيتم فيها حشد القوة بيتنازلوا عن بعض المطالب من أجل دعم نجاح البنت أو الابن في مساره في السنة العامة، وينزلوا مع المركز ويقعدوا جنب منه ويذاكروا له ويعملوا له عشان يعدي. نفس الكلام بيعملوه للبنت اللي هتتجوز وظروفهم صعبة، بيتنازلوا عن حاجات كتير قوي عشان يقدروا يعملوا ده. أنا بتكلم عن الكتلة الغالبة في مصر. هي الكتلة الغالبة في مصر هي الكتلة الغنية؟ لا، الكتلة الغالبة في مصر مش الكتلة الغنية، وده أمر ما تغيرش من سنين طويلة ولن يتغير إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم. فأنا بتكلم لما أقول النقطة ديت بقول إن الناس مش ما كانتش مستحملة وما زالت إنها تقدم تضحيات في ضوء حالة الفقر والعوز اللي عايشة فيه بقالها سنين. بس أنا عايز أسألكوا سؤال، في أب جه لابنه أو لأولاده الأربعة خمسة اللي جابهم قال له ما تزعلش مني أنا جبت أربعة وأنا مش قادر أصرف عليهم، ولا بيقول له الدولة مش قادرة تأكلك؟ بيقول له إيه؟ بيقول له أنا كنت بحب العيال الكتير فأنا عشان كده جبت فسامحني، ولا بيقول له البلد دي مش منافعة قوم هدها قوم إيه؟ حتى مسلسلاتنا حتى الميديا بتاعتنا كانت بتتناقش مع الموضوع دوت، الموضوع اللي هو إيه؟ إن مخليين أنا قلت الكلام ده قبل كده، الدولة خصم، الدولة خصم في مواجهة التحديات اللي بتقابلها. ما حدش قال أبدا إن قدرة الدولة المصرية بمواردها لا تستطيع أن لا تستطيع أن تلبي ده. واحد يقول لي إيه؟ طب ما اللي أنت قاعد فيه ده إيه؟ والمعصم اللي أنتوا بتعملوها دي بتعملوها إيه؟ شوفوا إحنا أنت يعني كلام جاي، إحنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللي عندنا اللي هو محدودية القدرات بالأفكار. يعني أنا عندي مشكلة في النظام الصحي في مصر وما استهدف الفيروس سي، بس عندي مشكلة في النظام الصحي في مصر لسه النظام ما بيش قادر على أنه يستوعب ويدي كفاءة أداء جيد جدا في الخدمة الطبية، أو ما استهدف قائم الانتظار. استهدف قائم إيه؟ في الثلاث سنين اللي فاتوا دول 1,400,000 حالة يعني علاج لأمراض أو لجراحات متقدمة جدا، لأن أنا في الاستهداف اللي هي لحول كان مسارنا في الحركة كان إيه؟ إن الاستهداف كان الهدف منه إن أنا استهدف حاجة بعينها وخلصها. أنا عايز أقول لكم في الأربعين مدينة اللي اتكلم عليهم الدكتور مصطفى دول ضافوا الرصيد الدولة المصرية مش أقل من 10 تريليون جنيه في أصولها. وانا مستعد ان يبقى في لجان تتشكل وتدرس اللي انا بقول عليه ده بكل شفافيه. ضافت مش اقل من 10 تريليون جنيه ارصده للدوله المصريه، مش لحد تاني، للدوله المصريه في الأربعين مدينه اللي احنا بنتكلم عليهم. هنا في العاصمه الاداريه 175,000 فدان، احنا مشغلين على 40,000. ما فيش، وانا بقولها لكم لثالث او رابع او خامس مره، ما فيش حد من موازنة الدولة دفعت قرش هنا. ومش كده وبس، الشركة اللي شغالة هنا
هتأجر لنا كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتأجره لنا، يعني هي عملته هتأجره لنا. والشركة دي أقدر أقول بمنتهى التواضع بعد كل الإنفاق اللي احنا بنتكلم فيه عليها هنا في العاصمة، في مش أقل من 42 45 مليار جنيه في البنوك كاش، وفي حوالي زيهم ائتمان عند الناس اللي خدت الأراضي. إذن لما التحرك بتاعنا كدولة في مجابهة حالة العوز والفقر اللي موجودة، كان لازم ما تبقاش حلول يعني حلول أخلق، أنا آسف بقول التعبير ده، أولد عشان ما يصحش أقول أخلق، أولد قدرة من المتاح، أولد قدرة من المتاح. طيب رابعا، أن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجع وسط خيارات صعبة تتطلب عملا شاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقية لإعادة بناء الدولة. ده من جانب، ومحدش يزعم اللي حوله، وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها. الكلام ده ممكن يبقى زعل، يعني وزير التجارة والصناعة موجود مش كده؟ اديله الميكروفون لو سمحت. وزير التجارة والصناعة كان موجود في البرلمان وبعدين بقى معانا في الحكومة، فقلت له يا أحمد بصراحة بعد ما بقيت معانا بقالكش شهرين ولا حاجة مش كده يا أحمد، يا ترى الواقع اللي انت شفته هو ده الواقع اللي انت كنت بتتناقش بيه عندك ولا لا؟ انا هسيبه يرد، اتفضل بأمانة لا تتراجع لا تتراجع لا تتراجع لا لا انا سألتك وقلت لي اديله الميكروفون بصراحة يا أحمد. هتراجع يا ريس؟ طب اتفضل. مختلف يا فندم. مختلف بنسبة قد إيه؟ لا مختلف، لأن النهارده العمل التنفيذي لما دخلت في العمل التنفيذي كان مختلف تماما بالنسبة لي، إن أنا كنت شايف الصورة هم العملين بيكملوا بعض، أنا كنت بقدر الصورة من وجهة نظر ممكن أقول الشارع أو اللي وصلني من الشارع، بس لما دخلت النهارده في دولاب العمل التنفيذي الدنيا مختلفة. طب كويس، أنا إيه يعني حاول هرضى بالإجابة دي يا أحمد عشان ما أزعلكش أكتر من كده، اتفضل استريح. أنا أقصد أقول لما المثال والنموذج اللي بتكلم فيه، طب أنا مستعد كل من لي سيف اللي إحنا فيه ده يبقى جنبي ويخش يشتغل معانا وربنا يوفقه ويقدر يحقق نجاح معانا لأجل خاطر بلدنا، أنا بكلم بجد. ما هو الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعك وتسمعونا بدون أي شكل من الأشكال، يعني ممكن نختلف بس يعني مش هيبقى أو يبقى في خلاف في الرأي بس ما بقاش اختلاف. طيب النقطة الخامسة، إن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله. هو أنا لما حاجة أعمل الإصلاح هعمله بمين؟ هعمله بالمؤسسات بتاعت الدولة. هو أنا لما حاجة أعمل إصلاح في التعليم هعمل إصلاح التعليم إزاي؟ هعمله بالمدرسين اللي موجودين؟ حاضر أعمل غير كده؟ إذن لما أجي أنا هعمل إصلاح في الدولة ديت أنا هعتمد على مؤسساتها، ما أقدرش أعمل مؤسسات تانية. يا ترى المؤسسات دي بكل تواضع وبكل أدب كانت قادرة على أنها تلبي مطالب تحديات ضخمة
زي كده في مصر. بالمناسبة لكل من نعيه مهتم بالموضوع، خد كل فقرة من اللي أنا بقولها دي واكتب عنها كما تشاء، وشوف اللي أنا بقول عليه ده فعلا متحقق جزء منه أو كله ولا لأ. هو النهاردة لما يكون التعليم تراجع على مدى 30-35 سنة، هو بقى المنتج جودة التعليم اللي هتخرج يعني اللي بيشتغلوا هيبقوا عاملين ازاي؟ اسمعوا، أنا كلمت مرة في الموضوع ده قبل كده وقلت إن إحنا وزير الاتصالات لما بقول له الناس اللي بتشتغل وبتكسب كويس عددهم كام عندنا؟ في دولة فيها 6 مليون في 500 ألف، في دولة فيها 6 مليون فيها 500 ألف. قلت له احنا عندنا قد ايه؟ والدكتور خالد ابو فرزع بقى ساعتها قال لي يا فندم التعليم بخير. قلت له انا بتكلم على مستوى معين من الاداء يقدر يحقق دخل من 10 ل 15 ل 20 ألف دولار شهريا. قلت في دولة فيها 6 مليون، الدولة ديت فيها 500 ألف، أنا عندي كام في ال 100 مليون؟ في النهاية عايز أقول لكم اللي احنا بنتكلم فيه ده هو اللي هيمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح اللي انتوا عايزين تعملوه، واللي انتوا هتبنوا عليه النجاح من عدمه. طب أنا هقول لكم على حاجة. قلت الوزير الخارجية من 6 سنين من فضلك عايزين نخفض العدد ونقلل المرتبات، مش كده؟ بصلي يعني خير في ايه؟ يعني بصلي كده وقال لي في ايه يا فندم؟ يعني قلت له يعني العدد والتكلفة بتاعتها كتيرة، رغم ان احنا كان ساعتها ما كانش فيه ازمة، احسن نتكلم على حوكمة وإعادة هيكلة وإعادة تنظيم. ف جه معايا في الاخر خفض 30% ونزل مرتبات وادي الجنيه جزء بالجنيه المصري، ما كانش فيه ازمه. اذا خلي بالكم ان اللي هيقوم بعمليه البناء والاصلاح في الدوله هو الجهاز الاداري للدوله ومدى كفاءته. دي مصر احنا. طيب سادسا، ان ردود الافعال الشعبيه لتحمل تكلفه الاصلاح وضغوطها كانت دائما تشكل هاجسا ضخما وعميقا لدى صناع القرار وتقديرات الاجهزه الامنيه. وهقول لكم على مسار الاصلاح الاقتصادي في 2016، وانا قلت قبل كده بس انا هتوسع شويه فيه. كان موجود على الترابيزه كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة تقريبا، وطرحنا كان نوفمبر ان احنا نطلق عملية الإصلاح الاقتصادي وتعويم وتغيير سعر الصرف. كل اللي كانوا قاعدين قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كله، مدير المكتب، الاقتصاد، المالية، الرقابة الإدارية، الداخلية، الدفاع، لا. قلت لهم يا جماعة هو العملية مش عافية، مش يعني مش لا، احنا بندردش عشان دي بلد. يا جماعة اللي احنا لو ما عملناهوش، قلت التعبير ده بصدق كده وقلته قبل كده، اللي احنا لو ما عملناهوش احنا هنعدي بالقرار ده انايا. هنعدي بالقرار ده ايه؟ انايا. ممكن نعديها، لكن لو اتاخرنا هنبقى عايزين نعدي بحر لا يمكن نعديه لو اتاخرنا في القرار. والحمد لله مشينا وربنا اراد لنا التوفيق. طيب السيناريو بقى كان تكملته ايه؟ لو الشعب رفض المسار، قلت كده برضو، قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس
وانا هدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره السبت. شجاعه القرار ولا فضيله القرار؟ شجاعه القرار ولا فضيله القرار؟ انا اتصور الاثنين مع بعض، شجاعه القرار وفضيله القرار. ان القرار اللي انت بتاخده ده بتحمي بيه امه، مش بتحمي بيه نفسك. بالمناسبه يا ترى كلنا مش هقول عندنا الشجاعه ديت، عندنا الاستعداد لمجابهه ده ولا الاحراج ورد الفعل؟ ورد الفعل هيكون له تاثير مش كويس. طيب سابعا، ان رصيد القياده السياسيه والحكومه لم يكن بالقوه اللازمه والتي يمكن ان تشكل قاعده لانطلاق لخارطه الطريق صعبه ومريره تحتاج لسنوات عمل شاقه وطويله. يا ترى كان على مدار الخمسين سنه اللي فاتوا، باستثناء طبعا فتره الرئيس الراحل الله يرحمه جمال عبد الناصر، هل كانت القاعده الشعبيه ومكانه الرئيس ومكانه القياده والحكومه كانت تقدر تتحمل قرارات صعبه هتاخد سنين طويله جدا؟ ما افتكرش. ثامنا، ان قدرات الدوله المصريه لم تكن ابدا كافيه لتلقي ضربات هائله مثل الصراعات والحروب 62 ل 67 اليمن، 67 ل 79 الحرب بتاعت اكتوبر، موجات الارهاب المتلاحقه اللي عملت على مصر وتاثيرها على الاستقرار وعلى التنميه وعلى السياحه في مصر، والتي كانت لا شك ارضيه لتفريغ هذه القدره بل والقضاء على هذه القدرة، وهو ما انعكس على التحديات بالسلب. أنا كنت بقول للناس 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية. ناس كتير زعلت قوي من الكلمة ديت. الشعب عايز يغير. مش شايف أمل. فاتحرك. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة وأنا قلتها قبل كده. 2011 اتحرك للتغيير و2013 اتحرك للتغيير. بس أنا عايز أقول للناس حتى في الناس اللي بتتناول التناول الاعلامي، ما حدش قال مثلا ان التظاهر في دوله معينه من غير ما اجيب اسماء لمده السنتين ثلاثه اللي فاتوا خلى الدولار اللي موجود في البلد مش موجود في البنوك، مش كده؟ مش هو ده الحقيقه؟ مش كده يا جماعه ولا ايه؟ من غير ما اذكر الدوله، وكان الناس كلها بتشوف ناس بتسقف في الشارع وفرحان، فرحانة بالتسقيف وفرحانة انها حتى الدولة ما استقرتش ولغاية دلوقتي. ولما مؤاخذة يعني كل أرصدة المودعين بالدولار راحت فين يا فندم؟ راحت. فيا ترى واحنا في 2011 و2013 واحنا بنتحرك التحرك ده كنا مستعدين لتكلفة التغيير اللي الدكتور مصطفى بيقول ان هي على الأقل 470 مليار ولا 477 مليار دولار، كنا مستعدين ولا احنا عملنا كده وننزل احنا؟ اطلع انت بقى خلص، اطلع ايه؟ خلص ايه؟ نخلص مع بعض. اي انا بكلم جد والله، مع بعض. اوعى تقول لي اطلع انت خلصها، يعني انا هخلصها ازاي لوحدي؟ طب انا بقى جيت في الحملة بتاعت 2014 قلت لكم أنا لها أنا لها؟ لا، اديتكم وعود جميلة؟ لا، قلت لكم تحدي كبير قوي، والتحدي ده ممكن مع بعضنا هو أكبر من الدولة المصرية كقيادة كحكومة، لكن مش أكبر من قيادة أكبر من الدولة المصرية كشعب، كشعب كمواطنين مستعدين يخشوا معانا في الموضوع ده لو عرفوه. هو النهارده لو ما انا
وقلت برضو الكلام ده قبل كده في الرأي العام، رحت عامل دراما بقول فيها فوت علينا بكرة. فوت علينا بكرة ده مين؟ فوت علينا بكرة ده واحد مننا. لكن انتم مش انتم اللي فكر في الدراما دي، حط الناس في جنب وحط الحكومة في جنب، خلى الحكومة بقت هدف. اوعوا تنسوا ان اكتر حاجة، وانا اسف ان اقول كده والله، كنت اتمنى ان اللي بيدعوا ان هم حاملي راية الدين يكونوا صادقين ومخلصين وامناء وشرفاء. لا لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، انا كنت اقول اتمنى، لان احنا بنتكلم عن تجربه يا جماعه، تجربه احنا بنعيشها لغايه دلوقتي. التجربه اللي كان الدكتور مصطفى حاطط فيها الكوبري، بيقول الكوبري ده ايه؟ يعني الحاله بتاعت التشكيك، حاله مستقره في وجدان الدوله المصريه على مدى 80 سنه. طبعا يبقى تفتكروا لو الحاله من التشكيك والاحباط اللي بيتم تغذيتها باستمرار، هتطلع ايه؟ هتطلع راي عام عامل ازاي؟ قدرته على الصمود هتبقى عامله ازاي؟ فانا بس بقول كنت اتمنى ان يبقى في صدق امام الصدق، قسما بالله لم اتحدث كذبا قط في اي حاجه. كنت اتمنى ان هم يبقوا صادقين في تناولهم. انت ما جربتش انك انت لما تتولى انها تخرب منك؟ انت مستعد تقابل ربنا وانت بتضيع 100 مليون عشان انت ما انتش عارف هو مش قادر ولا مش عارف؟ لا مش قادر، ولا مش عارف، لا مش عايز. عايز، مش حد عايز يفشل بس ما يعرفش. دي حكايه كبيره، الدوله دي حكايه كبيره قوي، عايزه من المهتمين بالموضوع قراءات كتيره جدا 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 لسنوات طويله جدا جدا عشان يعرفوا عن ايه دوله والحفاظ عليها. وكمان قبل دوله بقى يكون في قرار الهي بان الدوله دي ما تروحش، قرار الهي ان الدوله بتستمر. وانا اقدر يعني اطمئن ان ده بوضوح بالنسبه لي ربنا عمله لبلدنا. تاسعا، غياب الوعي والفهم لتشخيص ما نحن فيه لدى النخبة المسؤولة، وكذا متطلبات يعني العبور للفجوة للهوة التي تعاني منها البلاد. زي ما قلت كده احنا ممكن نتكلم كتير ونقول ان احنا دي خريطتي اعملها. طب ما تيجي، طب احنا ما عملناش ليه؟ ده كل خطوة بتتعمل. أنا لما وقفت وزير البترول وقلت لكم في 25,000 ساعة عمل، هو الأمور الدول بتدار كده؟ استراتيجيات وسياسات ومراجعة ومتابعة، مش كده ولا أنا؟ مش الدولة كده؟ ولا يا دكتور مصطفى؟ معقول بقى كل يوم تجيب الناس كل واحد بحكايته وتقعد معاه؟ ولا يا دكتور خالد؟ وزير الاوقاف الناس ما بتديلوش الفلوس، وزير الاوقاف عايزين نرفع كفاءه الوقف. انا بتكلم على الاوقاف بس منه قدام عيني يعني، كله كده. ولا يا دكتور شاكر؟ بامانه اوعى تفتكروا الحاجه اتعملت بان انا قضيت توجيهات وقعدت في البيت وانا مش بدافع عن نفسي، انا بدافع عن المسار، بدافع عن الفكرة، عن فلسفة الحكم، مش على أنا عملت إيه. إعادة تنظيم وهيكلة الدولة ده إجراء إحنا بنعمله بهدوء شديد جدا جدا وبدون شوشرة لكل المؤسسات. طبعا أول قرار اتخذ فيه من 7 سنين بإن أنا قلت ما فيش حد هيتعين تاني في الحكومة. الله، أنت راجل صعب أوي، مش هتعين 1.5 مليون
في 2011 في موازنة الدولة مش قادرة، ورفعنا المرتبات من 80 مليار قبل ل 230 مليار بعد. مش كده يا وزير المالية ولا إيه؟ مش كده؟ اترفعت المرتبات من قبل 2011 من 80 مليار جنيه ل 230 مليار جنيه بالكم شهر دول. اتفضل سريع. يبقى كان الموضوع في معالجة في المشاكل اللي احنا فيها دي هيكتفي بان انا اقول ايه المساعدين والمستشارين يبلوروا استراتيجيات وبتاعوا على الحكومة ونطلع لا يا فندم، لا يا فندم. وده مسار كان بديل لمجابهة أزمة الجهاز الإداري. أزمة يا فندم الجهاز الإداري، ما احنا لما بنتكلم الشباك الواحد مش بتتكلموا في ده وتقولوا طب ما احنا كذا مسؤول حط ده وقال ان احنا الشباك الواحد وخلاص وهنحل المسألة. ما تحلتش ليه؟ احنا بنضحك على الناس ولا الناس اللي معانا مش مساعدانا؟ انا بقول كلام الناس اللي معانا. بقول للدكتور مصطفى انت كل يوم تجيب بتاع التنمية الصناعية ولا بتاع الاستثمار يقعد على المكتب قدامك تشوف الطلبات اللي تقدمت دي، معقول؟ اللهم لو وزير التجارة بيعمل ايه؟ عايزين تحلوا المسألة ولا؟ انا مش بقول كلام ان ازاي تحل المسألة، ده مسار في ما الدول كلها اللي زي حالتنا في المنطقة كده. بالمناسبة التشخيص ده تاخده تحطه في دولة زي ودولة زي ودولة زي مش هتلاقي الفرق كتير. اللي هيختلف هو المسار، مسار القيادة والحل للأزمة. عاشرا، أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، وأصبح تداخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الغالبية، وليس في الإمكان أحسن مما كان. كل ما احنا سايبين القماش في قطع هنا قطع هنا قطع هنا قطع هنا بقى التوب كله مقطوع، فمشيها بقى أكل أكل وشرب وسكت أكل وشرب. طب البلد فين؟ البلد هنجيب منين؟ هنعمل ايه؟ الحادي عشر، لم تستطع الدولة بناء سياق فكري إصلاحي للحالة، ولم تكن مؤسساتها عمليا قادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته. تقلع شويات وتقال ضعف التعليم وقال قلة الموارد. أخطر شيء اسمعوا مني كده هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة، وحرص الحاكم على الحكاية ديت إن هو يلبي مطالبه مباشرة، يعني يحط له في جيبه حتى لو كان ده على حساب مستقبل الوطن وحاضره. هقولها تاني، إن أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة، وحرص الحاكم عليه حتى لو كان على حساب مستقبل الوطن وحاضره. قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة 250 ألف وحدة، اتعملوا؟ اتعملوا؟ اتفرشوا؟ اتفرشوا الناس موجودة فيها؟ طب احنا ساكتين؟ لا. ولما بقول له يا رب ارزقني اكتر عشان اعمل ايه؟ اكتر. يعني ممكن اشيل مليون وحده واحط قدام منهم مليون وحده ثانيه؟ لو ربنا اداني عشان احسن حياه الناس. انما مش الفكره فقط ان انا اوفر لك المواد الاساسيه وهي متوفره، لا 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 لا. ممكن يعني ممكن في ناس تاخد دي معايا في الموضوع تقول لي طبيعي الناس مش كده، وده صحيح
بس أنا لقيت الأمور إن أنا لو توقفت قدام المسائل دي بالطريقة دي لن أتحرك خطوة للأمام، لن أتحرك خطوة للأمام. السنة 10 جاءت أحداث 2011 و 2013 لتقضي على ما تبقى وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماماً على حاضر ومستقبل هذه الأمة. الحقيقة الفترة دي كانت كشفة. أنتوا بتتكلموا دلوقتي بعد ما عدت، بعد ما انتهت، ونسيتوا أن بقى لنا 8 سنين أو كده في ناس كانت بتموت في سيناء، وفي ناس كانت بتفجر الكنائس والمساجد والمنشآت الكهربائية والمنشآت الحيوية بتاعتنا على مدى 7-8 سنين. ابتدينا نقعد نروق شوية، هنبتدي بقى نتكلم في الايه، تعالى ورينا انتوا بتعملوا ايه والحكاية ماشية ازاي. طب ما انا كان عندي مسار وقلت قبل كده اخليه مسار اقتصاد حرب. يعني اقتصاد حرب بنحارب بقى، والميديا كلها تشتغل على اللي بيحصل. ما الناس كانت بتحصل حاسة واحدة، كل البلد كان بتحزن عليهم اللي بيستشهدوا ولا نسينا. فكانت طب حد يقول لي هي 2011 و13 السبب؟ ايوه. ليه؟ لانها اتاحت الفرصه للاسلام السياسي انه يصل للحكم. فلما وصل للحكم وفشل ما اعترفش بفشله، ابتدى يحمل الدين ان احنا ضده، ضد الدين. وبالتالي لمؤاخذه استعدانا كلنا ويطلب مننا المصالحه. يا راجل انت لغايه دلوقتي لو جات لك الفرصه، وانا قلتها قبل كده، مش هتستنى. انت بتبص لنا ان احنا ناس صالحين زيك؟ ده تمييز، تمييز في فكرك انك انت الاصح والباقي ده مش كده. اللي انا عايز اقوله، لما وصلوا للحكم، الكلام ده كان قبل الاحداث دي، قبل 2013، كان ممكن؟ ما البلد فكت بقى وضربوا الاقسام والمديريات، ولا احنا نسينا الشوارع العربيه اللي كانت بتتخطف والناس اللي كانت بتنزل من العربيات واللي بيحصل واللي بيحصل. لما اتحلت المسائل واتدفع الثمن من جانب الدوله بشعبها، انا ما بقولش ان الناس ارجو ان احنا نحط ده في الاعتبار عند تناول موضوعاتنا، ده مسار احنا ماشيين فيه مع بعض لتمن لبدايه ولنهايه. وبالمناسبه هو لن تنتهي التحديات لاي دوله في العالم. الحلول في ظل هذه المعطيات باتت مستحيله، خاصه مع تداخل الاولويات. نبدا بالتعليم ولا الصحه؟ هل العشوائيات ولا الاعلام؟ هل الجهاز الاداري ولا الوعي الغايب؟ هل الفهم الخاطئ؟ طب ايه الحكايه بقى؟ انا بسجل زي ما انتوا بتسجلوا في الحوار الوطني كلامكم. انا بقول فيها لكن الله سلم، سلم وحفظ وقدر ويسر امرا اخر ان شاء الله، وله الحمد والشكر والمنه. ربنا قدر امر اخر. كل الكلام اللي انا بقوله ده هو عباره عن الارضيه اللي احنا كنا فيها وماشيين بيها، وكنا ماشيين على يعني على الحافه كده. تخش البلد في فوضى ما ترجعش منها تاني زي ما غيرنا دخل. يعني سبحان الله العظيم ان ربنا سبحانه وتعالى يورينا الدول جنب مننا واحنا يعني مش هقول مش شايفينها، لا، متصورين احنا كنا بعد عنهم. لا لا، احنا ما كناش بعاد عنهم ابدا، احنا اكتر، احنا اقل مواردا، 100 مليون والفصيل اللي موجود كان استقر بجهده خلال الخمسين سنه اللي فاتت او اكتر بعد الرئيس الله يرحمه السادات ما يعني سمح لهم بالحركه، فبقوا لهم قواعد وليهم ده، بغض النظر عن القواعد دي سليمه ولا مش سليمه، بغض النظر عن ان المنهج ده سليم ولا مش سليم.
لكن ربنا أرد أمر تاني. آخر أمر أقوله، أمر آخر مهم، حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل. في تعبير كتبته بس مش هقوله. لدرجة إن لما كان حد لما يلاقوا في مشكلة موجودة أوي في مصر يقول لك إيه؟ طب ما يسافر. ما إيه؟ كلام صعب أوي مش كده؟ ما يسافر. شوفوا يسافر. خلاص الناس ساعدت كتير أوي. بقى لها سنين بتساعد. أنا بقول بقى لها سنين بتساعد. وأنت ما ساعدتش نفسك. عمرك أبداً مهودك هيصلب وتقف. أخيراً بقى، ما هو الحل، الحلول، وما هي درجة جودتها وكفائتها، وأن نحن يعني مستعدين للتكلفة شعباً وحكومة وقيادة ولا لا؟ بعد اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، واللي ممكن هنا في المؤتمر يبقى الناس الاقتصاديين بيتكلموا فيه، اوعى تاخد تفتح نافذة على فترة زمنية قد كده أو على اعتبار واحد. من فضلكم حطوا كل الاعتبارات مع بعض وعلى فترة زمنية ذات شأن، تديك صورة، تديك مسار، تقول يا ترى احنا في فرصة حقيقية ولا لا، او ان احنا محتاجين مزيد من التضحيات ولا لا. مزيد من التضحيات ولا لا؟ ما انا قلت قبل كده في بداية الكلام، التحدي والحلول. لو الحلول اقل من التحدي، التحدي هيكبر ويزيد. لو الحلول قد التحدي، يعني متساويين، هتفضل التحدي موجود وما يزيدش. لكن لو الحلول أكبر من التحدي، التحدي هيتراجع. التحدي هيتراجع. يعني كل إجراء أنت بتعمله والإجراء ده صعب أو قاسي، في مسار فهم حقيقي يقدر يحقق لك النتيجة اللي أنت بترجوها. اللي انت بترجوه. طيب انا هقول لكم بقى المفاجأة. المفاجأة، والله العظيم المفاجأة، بكل صدق وتواضع، التجربة خلال السنوات السبع الماضية اثبتت اننا لم نفهم، لم نعرف، لم نقدر حقيقة المصريين. والله 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 المفاجأة، بكل صدق وتواضع، التجربة اللي احنا شفناها في السبع سنين، خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، اثبتت اننا انا بتكلم عن نفسي، ان احنا ما كناش فاهمين كويس، ما كناش عارفين كويس. انا بتكلم عن نفسي. لم نقدر حقيقة المصريين، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح. وكانت الفكرة هي السياسات أو استراتيجية المحاور المتوازية. يعني إيه؟ يعني بقاء وتنمية، يعني إصلاح من القاهرة وبناء قاهرات أخرى، إصلاح القديم وبناء الجديد. مش كان الفكرة إن إحنا نعمل جديد بس، لا، إحنا ماشيين بالتوازي، نصلح ده ما أمكن ونعمل جديد عشان الدنيا تتغير. أخيرا أذكركم وأرجو ألا ننسى بأن طريقنا ومسارنا هو ما عدنا عليه ربنا. احنا عدنا ربنا ان احنا نتحرك مع بعض كمصريين من اجل
إنفاذ وإنجاح المسار الإصلاح اللي احنا بنتكلم عليه. وبقول إن ده لا هو مسار حكومة ولا مسار قيادة، ده مسار دولة بشعبها. هم اللي هينجحوا أو لا قدر الله. طريقنا ومسارنا عادنا بيه بعضنا البعض. طريقنا هو طريق العمل والعمل والعلم. طريقنا هو الحلم والأمل، طريق بدأناه نكمله معا إن شاء الله، طريق يتسع للجميع. أرجو أني ما أكونش أطلت عليكم. أنا عارف أن ده يا دكتور مصطفى يمكن يكون مش في السياق بتاع المؤتمر ولا حاجة، لكن أنا ما كانش حابب عندي فرصة أتكلم في الحوار الوطني وأقول اللي أنا شايفه كإنسان مصري عاش تجربة وقرا كتير في التاريخ وشاف بلده وكان بيحلم لها وكان بيقول ليه هي كده ونفسه انها ما تبقاش كده، تبقى حاجه ثانيه. ف نعم، من امتى؟ وانا عقيد في الجيش الحمد لله. لا 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 لا، عقيد في الجيش كنت راصد ما نحن فيه. لا اسمع، وانا في الاعدادي وضربت مصر في 67 دخلت الثانويه الجويه عشان بلادي، وانا في اعدادي بالمناسبه كلنا زي بعض وكلنا بنحبها، بس ساعات الأقدار تجيب حد هنا وحد هنا. أي حد هيبقى في مكاني هيعمل أكتر من اللي أنا بعمله. ربنا يوفقنا جميعا، كل سنة وأنتم طيبين.